السعودي وايضا الاسعد محمد يوسف الحبيب بن رمضان كان ايضا فتره فترات مدرب للعداء. بوليسنياك جالجاو الروماني كره ملعوبه لامامه كره عليها جول هي جول هي جول سانديريا وكره ملعوبه سامي الخيبري سامي يلعب كره تقدم حمد لجهيم هي جول هي جول هي جول تشهد المباريات وتشهد الايام الجميله في الدوري لكن الشباب الان يحاول انه يسجل ماخيو تيديو جول راموس صانع اربعه اهداف في هذا الموسم هيلدو راموس راسية ميسي الله بالمناسبه فيريرا كان مساعدا لبرودوم في 2011 هنا الانطلاقة علي الجابي أو هالي زقعاني صوب علي الله مد الله اللاعبي التعاون يبحثون عن هجمة والدخول إلى 18 مد الله انطلق مد الله يلعبها بينية حلوة الكرة أميسي أميسي الله ركلية بتتلعب من رابط عليا والأول يسرى ظهير ايسر منصور الحربي لكن نشوف الانطلاقه محاوله عند عزيز البيشي وقف على الكره عبد العزيز يسلمها حلوه المره دي عبد الاله الملكي الى عبد العزيز البيشي من جديد فرصه عرضيه حلوه 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 يا ليوناردو الله تفوق وتالق مصطفى زغبب والان الكره ملعوبه على الجهه اليمنى وصلت عند مازن ابو شراره هي للجول هي للجول الله في ركلة الجزاء مصطفى زغبة وفيليب كيش في ركلة الجزاء فرصة للعودة للمباراة مرة أخرى فيليب كيش يسجل ركلة الجزاء عند محمد الكويكبي يخسر كرة بسهولة تصل الكرة بعد ذلك لضامت تسديدها باتجاه المرمى التعادل والكرة لا زالت بالراس خطرة 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 محاولة سجل ثلاث هذه الـ 14 هذه الـ 14 الله الله حينما تلا وعاد لزعامة القارة والفريق لا يهدى الفريق لا يهدى كرة جوستافو وانسلمو جوميز والجدعاني والكل يترقب جوميز جوميز من الهلال يعود اللاعب ضربة ركنية أرسلت عليا راسية الله تعود تقطع من جانب علي البلاهي شهري مرة أخرى لدى جيوفينكو 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 والتصدي وكاريو وكومي الجماهير الأهلاوية لاحظ الكرة من جديد لاحظ المحاولة العرضية جانيني الحربي مع الكرات الماضية نتابع الكرات الآن المحاولة من الجناح الأيسر بالرأس ثم الآن يستعد لتنفيذ الكرة والمحاولة عمر السومة في المرمى جول المحاولة إلى ماركو ماريو